أخبار اليوم. ياسر رزق يهدي وزير السياحة درع أخبار اليوم. أهدى رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم الكاتب الصحفي ياسر رزق درع أخبار اليوم لوزير السياحة هشام زعزوع. يأتي ذلك خلال احتفال توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة أخبار اليوم ووزارة السياحة لتنظيم بطولة كأس العالم للبلياردو. يأتي ذلك خلال احتفال توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة أخبار اليوم ووزارة السياحة لتنظيم بطولة كأس العالم للبليارد الفرنسي. وقال الكاتب الصحفي ياسر رزق خلال كلمته في الاحتفال أن مؤسسة أخبار اليوم ترعى مثل هذه البروتوكولات لبعث رسالة طمأنينة للسياح الأجانب وللمصريين. وأضاف رزق أن أخبار اليوم سترعى بطولات رياضية لدعم السياحة في الشهور والسنوات المقبلة، مؤكدا أن هذا دور دار أخبار اليوم لدعم الاقتصاد المصري والنهوض به. ومن جانبه شكر وزير السياحة هشام زعزوع الكاتب الصحفي ياسر رزق ووجه التحية لدار أخبار اليوم لدورها في الترويج للسياحة. وأضاف زعزوع أن السياحة تعد من أهم المصادر الاقتصادية في مصر، ولذلك يجب الاهتمام بها. السيسي: مصر لن تنسى دور أبناء سيناء الشرفاء. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل إيجابية مطمئنة لأهالي سيناء، مؤكدا على أن مصر لن تنسى لأبناء سيناء الشرفاء موقفهم الوطني المعهود والتضحيات من أجل الوطن. كما أكد السيسي على أنه قام بالتجديد على كل المسؤولين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإخلاء الشريط الحدودي وصرف جميع التعويضات المالية لسكان هذه المناطق في أسرع وقت وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة. وأوضح الرئيس في رسالته لأهل سيناء أن الجهود التي تقوم بها الدولة هي من أجل القضاء على الإرهاب وسد أي فرصة لاختراق عناصر إرهابية المناطق الحدودية بغرض تهديد الأمن القومي المصري، وإنه يتابع أوضاع أهل سيناء مع التجديد على منح قاطني هذه المناطق فرصة الإخلاء والانتقال إلى مكان آخر. القوات المسلحة تواصل جهودها للقضاء على الإرهاب وحجازي يتفقد شمال سيناء. واصلت القوات المسلحة مداهمة الأوقار الإرهابية بشمال سيناء، وقامت وحدات من الجيش السن الميداني وعناصر من الصاعقة والوحدات الخاصة من الأمن المركزي بتمشيط عدد من القرى والمناطق المحيطة بالعريش ورفح وشيخ زويد، مدعومة بغطاء جوي من طائرات الهليكوبتر المسلح التي قامت بقصف عدد من الأوقار الخاصة بالعناصر التكفيرية. من جانبه تفقد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء والتي تشارك في الحرب على الإرهاب والقضاء على العناصر التكفيرية. وقام رئيس الأركان بمراجعة وتدقيق الخطط والإجراءات الأمنية الموضوعة للقضاء على الإرهاب، وتفقد عددا من الكمائن والنقاط الأمنية على الطريق والمحاور الرئيسية بسيناء، والإطمئنان على الأحوال المعيشية للعناصر المشاركة في الحملات الأمنية، وأشاد بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على الوفاء بالمهام المكلفين بها. في سياق متصل، نفذت وحدات من الجيش الثالث الميداني عملية إبرار بحري تكتيكي لعناصر المشاه الميكانيكا والوحدات المدرعة، والذي يعد أحد أبرز الأنشطة التدريبية غير النمطية التي تأتي ضمن مرحلة المناورات الاستراتيجية التعبوية بدر 2014. سياسيا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد 9 و12 و24 من قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، وذلك لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 2014. محلب يصدر قرارا بتنفيذ حكم حل تحالف دعم الشرعية. أصدر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قرارا بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة تحالف دعم الشرعية والمسمى تحالف دعم الإخوان وزراعها السياسي حزب الاستقلال، وذلك وفقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة. الداخلية تنفي تعاون عاملين بمصلحة السجون مع عناصر إخوانية. نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول ضبط خلية إخوانية من العاملين بقطاع مصلحة السجون لتعاونهم مع عناصر جماعة الإخوان المحبوسين بمنطقة سجن طرة. وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني في بيان صادر عن وزارة الداخلية عدم سعة ما تم تناوله في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك إجراءات ولوائح صارمة داخل السجون لمتابعة كافة العاملين بها. أحمد جمال: الجيش المصري ساند الشعب في مواجهة الإرهاب والتطرف. زار الفنان أحمد جمال نجم أرب أيدول مع وفد من نجوم الفن ضباط وجنود الجيش المصابين الذين يتلقون العلاج بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي. وأعرب جمال عن اعتزازه بالقوات المسلحة ودورها الوطني في الحفاظ على تماسك الدولة
في أصعب اللحظات من تاريخ مصر، ووقوفها كسند حقيقي للمواطنين في مواجهة كافة المواقف والأزمات، مؤكدا أن قوى التطرف والكراهية لن تسنيهم عن الالتفاف حول قيادتهم الوطنية وأبناء مصر المخلصين من الجيش والشرطة لحماية مستقبل الوطن. أخبار اليوم.